السلام عليكم حبيبات ديالي، لاباس عليكم؟ بخير هانيين، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده على قناه فاطمه ام ايمن او فاطمه الوردي. اليوم ان شاء الله بعد جيتكم بعد ما غبرت عليكم واحد المده طويله صراحه، الظروف غادي نذكرها لكم من بعد ما نسالي معكم هذه الوصفه، واللي هي عباره عن حامض مصير او حامض مرقد، واللي كيوجد في واحد المده وجيزه وكيجي زوين ومعلك. فانا الحامض كيف كتشوفوه فهو عندي بلدي وجدته شحال هادي باش نصيبو، وكيف قلت لكم ما كانش عندي الخاطر صراحه. واليوم ان شاء الله الشوب داكي لوا شويه، قلت نستغل الوقت ونصيبو قبل ما يخسر ليا ونشاركها معكم، علاش لا؟ نتوما كتشوفوا كيف بدا كي يدير شويه. المهم حبيبات ديالي، في هذه الوصفه هذه غنحتاجو ساهله بزاف، غنحتاجو غير الحامض ونحتاجو الملح ونحتاجو لواحد القرعه ديال الزاج، نتوما كتشوفوها حدايا قرعه ديال الزاج، من الاحسن نديروه في الزاج ما نديروش في البلاستيك حيت كيبقى لنا مده طويله هو عندنا. كاملين كنعرفوا البلاستيك والاضرار ديالو على الصحه، بس ميو اننا نديروه في الزاج. وكنحتاجو شويه ديال الماء طيب. المهم حبيبات ديالي غنخليكم وغادي ندوز غادي نبدا. وكاينين الا بغيتو تحيدو اليوم هذاك الراس تحيدوه، وكنعمروهم بالملحه وكنديروهم نحاولو نضغطو عليهم يكونوا مزيرين مع بعضياتهم.
كيف كتشوفوا انا قربت نسالي، بعد ما غادي نسالي غادي نزيد غير شويه ديال الملح من الفوق صافي، وغادي نكب واحد شويه ديال الماء طايب غير في الجناب باش ما يخرجش لنا داك الملح اللي درنا في الحامض، ما نكبوش عليه مباشره غير في الجنيبات يهبطنيش انا، حيت انا داك الفتحات حاولت نديرهم من الوسط. دابا غادي كيف زدت واحد شويه ديال الملحه وغادي نسدو مزيان سده مزيان بقرعه، يعني الغلاقه اللي تكون محكمه ديال الاغلاق ديالها، الا ما كانتش كتسدو شي حاجه ديروا واحد ورق الزبده من الفوق وسدوه صافي، وكنحتفظوا فيه فهو كيوجد في واحد المده وجيزه وكيجي زوين بزاف. كيف كتعرفوا الاطباق المغربيه لابد من الحامض المصير ضروري كنستعملوه بزاف، فبالتالي ما كاينلاش نبقاو نشريوه، من الاحسن نديروه في الدار ديالنا علاش لا. هذه الطريقه المعتمده عندي انا في يعني باش كنوجد الحامض، وشكرا بزاف للناس اللي كيعطوني دائما طاقه ايجابيه وكيدعموني وكيقولوا لي فاطمه واصلي. صراحه قلت لكم في الاول ديال الفيديو انني غبرت عليكم، كيف كتشوفوا انا دابا كنوريكم، المهم قلت لكم في الاول ديال الفيديو انني غبرت عليكم. علاش مؤخرا ولينا كنشوفوا بزاف ديال في اليوتيوب ان اللي كيطلع هو المحتوى الرديء والتفاهه، هذا ما كيعنيش انني انا المحتوى اللي كندير فهو الطوب لا كاين الناس احسن مني، ولكن اوموا انا اللي كندير واحد المجهود وكندير واحد الحاجه اللي ممكن انها تكون مفيده نوعا ما يعني لواحد الفئه ديال الناس ما غاديش نضرهم. فبالتالي لا انا ولا بزاف ديال الناس كنتابعوا على المحتوى ديالنا، يعني ابسط الاشياء انا درت غير هذا الحامض مصير، فانتما كتشوفوا يعني البوطاج عمار وشويه الماعان وهذه وهذه، اما الا درت وصفه فهو يطبخ ولا هذه راه كيكونوا ماعان، كيكون واحد الجو البريباراسيون يعني كيكون واحد الجو ديال الفوضى ديال الماعان والروينه وهذه وهذه وهذه، باش نعطي واحد المحتوى زوين الناس اللي كيشاهدوني. للاسف كيطلع ما كيطلعش، انا واحد السيده اللي كدوي معايا نيت في هذا المجال ديال اليوتيوب قالت لي اختي فاطمه راه يلا، قالت لي لحت واحد الحلوه ديال رشبون بواحد الطريقه هي دارتها جديده، قالت لي يلا لحتها ميم با واحد 30 مينيت، قالت لي نزلوا عليا بالديزلايك وبديزلايك عفوا وباللي كومونتير يعني سلبيين، فما ما خاصش الناس دير بحال هكا صراحه. كنلقاو محتوى اللي لا شيء، وحده كت ما عندها باش تفيدنا، يعني ربما الطاقه اللي غتعطينا طاقه سلبيه اكثر، ربما غادي تعطي الناس راه ماشي كاع اللي غنشوفوها في اليوتيوب راه صحيح، ماشي اللي غنشوفو وحده فاقت من النعاس نقيه زوينه شعرها مشوط دارها مصيبه خرجت ركبت في الطوموبيل مشات فطرات كافي من بعد الغدا كتجيبو اون بورتي، راه ماشي هذيك الحياه ديال المراه المغربيه غير كذوب. ما يمكنش تفيقي من النعاس ودارك مقاده، ما يمكنش تفيقي من النعاس وانت كتشعلي، ما يمكنش كلشي تاخدي من الزنقه، لا تي كتفيقي من الناس ودارك مرونه، راه داكشي تا تقاد وتصيب وتكاد على باش تصور، وداكشي ما كاين لاش نصوروه ليكم، لاش كاين الناس اللي ما عندهاش باش تفطر، لاش انا نصور راسي غادي خارجه وفي الرفاهيه عايشه وهي مسكينه كتشوف فيا وكتحسر، علاش علاش انا غندير واحد روتيني اليومي بواحد الطريقه اللي منحله اللي مخله بالاخلاق وبالحياء ونوري لكم انتم باش غادي يفيدكم؟ لاش
شنو نقول لكم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا غير واحد الميساج بسيط، هذا الموال، هذا الموضوع هذا اللي دخلنا فيه غندخلوا في واحد الطابوهات وغادي ندخلوا بزاف ديال الهضره، لاننا حنا اللي كنقولوا، حنا اللي كنطلعوا هذا المحتوى مع هذه المواضيع هذه اللي كتضم هذا المحتوى هذا، حنا اللي كنطلعوهم وحنا اللي كننتقدوهم. فبالتالي غير نحاولوا شويه نشوفوا الناس اللي كيبذلوا واحد المجهود ونشجعوهم، وحتى لا ما بغيناش نشجعوهم ما كاينلاش اننا نعطيوهم نعيروهم ولا نسبوهم ولا المهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. في الاول والاخر كنبقاو كلنا خوت، كنشكركم بزاف وكنشكر كاع الناس اللي كيعاونوني وكيساعدوني. تابوناو في لاشين ديالي، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.